كان في كلام على خلاف بين كابتن عصام الحضري، الكلام ده بقى منتخب اولمبي، منتخب مصر الاولمبي بقياده روجيرو ميكالي. كان في كلام كتير عن فكره الخلاف بين طارق سليمان وبين عصام الحضري وبين روجيرو ميكالي، وكان في بعض الاخبار اللي قالت انه من ابرز المرشحين طبعا لخلافه عصام الحضري هيكون كابتن طارق سليمان في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. لكن المعلومات اللي عندنا واللي يمكن تأكدنا منها بشكل كبير جدا انه الخلاف تم حله. قصه كانت قصه انه روجيرو ميكالي كان طلب ان يكون في 2 حراس بس في قائمه المنتخب، كابتن عصام الحضري كان شايف انه ده حق اصيل ليه، هو اللي يحدد مين او ايه هو عدد الحراس المناسب من وجهه نظره، وكان بيفضل انه يكونوا 3. الخلاف ده تطور بشكل من الاشكال، لكن معلوماتنا بتقول انه الخلاف تم حله وانه كابتن عصام الحضري هيستمر كمدرب لحراس المرمى في المنتخب الأولمبي.